عماها الشاشة وحب المال والمواطن البسيط هو اللي يدفع الدم. يا عبدو حاوي تطمط معطلت مش وصلت والصلاحية ما زال عليها يومين وتم. عادي عادي غير ستيكر ودير لها صلاحية سنة، الناس تاكل وما تندرع للشي. اسمع غضوة بتوصل شحنة الأدوية، غير لها الصلاحية حتى هي، رد بالك تنسى. ما تخافش، تعرف نزيد وزوز حاويات بالأسعار هادي ونولوا من جماعة الملايين. وتعرف شو بنديروا بعدين؟ شنو؟ نهرب ونعيشوا البرة قبل لا يشدونا. لقيتهم تحت الكوبري يبيعوا، قلت خليني نشري منهم اليوم نبي بزين يا غزالة. من عيوني يا احمد، وتعرف بنطيب لك بطماطم الحكة الجديدة يلي جبتها يا احمد. والله في بنا طماطم يا احمد هذا اتقبل مش عادي يا بكل. لا حسين ولا غير من مواد غذائية تنفع الجسم إلى مواد مصر وستر الله باقي. الحمد لله على سلامتكم، أكيد كليتوا حاجة مسمومة ودرنا لكم غسيل معدة ومشت الأمور. هذا كله من حكة الطماطم يا أحمد يلي استرخصت عادي. لو سمحتي، حتى الحبوب اللي خديتوها من الصيدلية منتهية الصلاحية. شكرا يا دكتور، شكرا ليك. وفي جديد الواحد يرد بالك كويس مع الشيشر اللي يجي. زعما من الغلط احمد والا الدولة والا التجار؟
سؤال يفرض نفسه، وين سلطة البلاد؟ وين أجهزة الرقابة؟ وين الحرس البلدي؟ وفي هدايا كلها وين القلب اللي يخاف ربي؟ Jay.